طاقتك لهذه الطاقة العامة لك، أنت في طاقة قوية جدا، أنت في طاقة غضب وطاقة اندفاع وطاقة تسرع. أنت ربما حدث معك شيء جعلك مندفع بهذه الطريقة وتريد أن تذهب لشخص ما، لعلك ستذهب إلى الحبيب لكي تخانقه، تغضب منه، تقول له كلام قاسي، تتشاجر معه، لأنك ربما تكون هذه طاقة، طاقة غضب غيظ، أو ربما تكون من أيضا من كثرة غيظك وغضبك تريد أن تلحق هذا الحبيب لعله قد تركك وذهب إلى مكان آخر. هذه احتمالات، خذوا ما يناسبكم. إذا هذه الطاقة هي طاقة تسرع وغضب. أنت ترى الحبيب، تراه بأنه قد أقفل عليك العلاقة وذهب، قد أنهى العلاقة بينكما تماما نهائيا، أو بأنك تشعر احتمال آخر بأن هذا الحبيب تعرفه من حياة سابقة، لعلك تعرفت عليه مجددا وأنت تشعر بطاقة وانجذاب عالي باتجاه هذا الشخص وكأنك تعرفه من حياة سابقة. هذه أكثر من احتمال، خذوا ما يناسبكم. الحبيب في وضع جدا صعب، هو يمر أو مر أو سيمر في الأيام المقبلة في حالة صعبة جدا في حياته، في انهيار تام، في أزمة كبيرة ستدخل إلى حياته، أزمة فجائية ستكون بمثابة الصاعقة عليه، لا يعرف من أين، لا يعرف ماذا يفعل، هو في طاقة جدا صعبة، وأنت واحتمال بأنه يكون أيضا متواصل معك بالروح، فأنت تشعر بأنه من حياة سابقة وهو أيضا متواصل معك بالروح، احتمال بأن هاتين طاقتين، وهذا الشخص جدا يحبك وهو يشعر بك بمثابة توأم لروحه، وهو عنده انجذاب عالي جدا لك، فاحتمال أن يكون هذا الشخص قد مر في حياته في أزمة كبيرة جعلته يخرج من العلاقة معك وينهيها، وأنت غاضب جدا منه، من هذا الشخص، أو بأنك منجذب إليه جدا، منجذب إلى هذا الشخص وتعرفه من حياة سابقة، وأنت وهو متواصلين جدا بالروح. ربما تكون هذه إما علاقة جديدة أو علاقة قديمة، إما علاقة جديدة وكأنه يعرفه من حياة سابقة، أو علاقة زواج قد طال، ولكن هذا الزواج احتمال بأنه يكون قد انهار لتسرع، لغضب، لشجار حصل بينكما، وهذا الحبيب يعشقك ويعتبرك توأم لروحه، ولكنه قد قطع معك العلاقة، أو أنه متواصل معك بالروح بشكل كبير، هذه الثلاث كروت تواصل روحي عالي جدا، أو الطاقة الأخرى بأنه قد تباعد لأمر ما قد أغضبه منك، احتمال بأنك أنت تسرعت وأنت غاضب منه وتريد أن تلحقه لعله قد ترك العلاقة، وأنت تراه بأنه ترك العلاقة وذهب يشق طريقه في مكان آخر وقد قطع الكلام معك، فهذه أكثر من احتمال. طاقتك لهذه القراءة، أنت إما في هذه الفترة قد طلبت الانفصال، أو بأنك تريد أن تتزوج، وكما ظهر لنا في الطاقة فأنت متسرع جدا ومتهور في هذه الفترة وتريد أن وغاضب جدا وتريد أن تلحق الحبيب لعله ذهب وتركك وأنهى العلاقة معك، وأنت جدا غاضب وتريد أن تتزوجه، في هذه طاقة الزواج، احتمال بأنك تريد أن تتزوج من هذا الحبيب بسرعة وأن تطالب منه الزواج لأنك تشعر بأنه تركك وذهب، أو بأنك متشاجر مع هذا الشخص وأن تطالب منه الانفصال، أنتما في علاقة زواج وأنت طلبت منه الانفصال، وهذا الحبيب بعدما طلبت منه الانفصال، لنعتبر بأنك طلبت هذا الانفصال، هو يحاول أن يدافع عن نفسه بكل قوة
وهو له أسباب، ويحاول أن يظهر لك الأسباب التي جعلته يتصرف بهذا النحو، وهو يدافع عن نفسه وعن أفكاره بشراسة حتى الآن. أو بأنك إذا كنت تريد منه الزواج من هذا الشخص وهو غاضب منك جدا، وهو ما زال متمسك بأنه يريد أن يبتعد عنك، فهذه طاقتين لشخصين مختلفتين. الأولى طالب من أنت تطلب من هذا الشخص الزواج وتريد أن تلحقه لأنك ترى بأنه تركك، والشخص الآخر أنت في تطلب منه الانفصال لأنك تشاجرت معه أيضا، وهو أيضا مبتعد عنك ويحاول الدفاع عن نفسه ولكنه يبتعد عنك. أنت تشعر بأن الحبيب هو في وضع اجتماعي جيد جدا، تشعر به بأنه مشهور معروف، كثير من الناس من حوله ربما يعمل في الإنترنت، يعمل على السوشيال ميديا، معروف مشهور، كثير من النساء من حولها، كثير من الرجال من حولها، وأنت ربما تغار عليه جدا، وأنت في طاقة الغضب الشديد، ربما أنت غاضب من هذا الشخص، لعلك تغار منه، تغار عليه جدا، وقلت له كلام صعب، وهو قد غضب منك لهذا السبب وابتعد عنك. وهذه هي البطاقة تظهر لنا مشاعرك نحوه، أنت تشعر بأنه معروف وكثير من الناس يحبونه، وهو في وسط معروف فيه. مشاعر الحبيب يرى بأنك أنت البيت والعائلة والسعادة والركيزة التي كان يشعر بها. أنت كان يشعر معك باستقرار كبير في حياته، أو ربما يشعر بأنك قد طلبت منه الاستقرار، طلبت منه بيت أو طلبت منه شيء يشتريه لك، وطلبت منه أن تكون حرا. ربما كنتما تعيشان في ضمن أسرة كبيرة، وأنت طلبت منه وتشعر بأنك هذا الحبيب قد فرض عليك شراء منزل، وأنت لا تقدر على شراء هذا المنزل لكي يصبح حرا، فهو يريد أن يكون حرا. أو بأن هذا الحبيب يشعر بأنك أنت سعادته، وأنت المكان الذي يكون معك فيه سعيد وفرح، وهذا يراك هو أنت تحب الحرية وتعشق بأن تكون مستقل ماديا، وأنت إنسان جميل وملفت للنظر وواضح وصريح ومحبوب ومستقر أيضا كما قلت ماديا. الحبيب هو ينوي بأن يعيد لك حقك، إذا كنت أنت قد طلبت منه الانفصال، فهو سيأتي إليك ويحاول أن يعيد لك جميع حقوقك المادية. إذا كان بينكما أطفال، كان بينكما أموال، سيعطيك حقك بالكامل، وسيكون واضح وصادق معك هذا الشخص، وسيكون عادل ويعطيك حقك. هذه هي نواياه وخطوته القادمة، بأنه سيقدم لك عرض مادي مستقر، أو بأنه سيقدم لك عرض عمل، عرض استقرار بزواج مع استقرار مادي، ولكن هذا الفارس هو فارس بطيء جدا، لا يقوم بأي خطوة إلا بعد فترة طويلة. هو يظهر على نفسه الاستعداد وإبداء الاستعداد في هذه الفترة، ولكن ربما تكون مادياته أو ظروفه لا تسمح له بهذا. هو عنده الأساس ولكنه ينظر إلى المستقبل، هو سيعطيك حلا مؤقتا، حلا مبدئيا، أنا أريد ربما تكون هذه العلاقة جديدة، وأنا أريد استقرار معك طويل الأمد،
وأنا واضح وجدي وصريح معك، ولكن ليس في هذه الفترة. أنا ينقصني الكثير، ربما هو يقاتل في هذه الحياة، ربما هو يتعب ويجتهد من أجل أن يحصل على لقمة العيش، وربما أموره لا تكفيه لكي يقوم ويشتري مثلا بيت لك يكون مستقل، لا تريد أنت أن تكون معه في عائلة، في مكان العائلة، تريد أن تكون لوحدك أنت وهو. وهو سيحاول أن يقدم لك عرض ثابت وواضح، ولك القرار والاختيار. وأنا أرى في هذه العلاقة جدا مصير جيد. أنا أرى تفاهم ونضوج فكري وروحي وعقلي. أنا أرى بأن هذه العلاقة، إن كانت علاقة زواج، وإن كانت علاقة خطوبة، وإن كان علاقة قديمة منذ فترة، ومهما كانت المشاكل بينكما، أنا أرى بأن هذه الفترة ستتوصلان إلى قرار مقنع جدا لكما الاثنين، يرضي تفكيركما ويرضي قلبكما. هذه النتيجة جدا جميلة. لا أرى زواج، ولكن أنا أرى نتيجة جدا مرضية للطرفين. نصيحة لهذه القراءة، أن تكون حكيما وواعيا وتفكر بالعقل ولا تتسرع. فأنت في الطاقة العامة ظهرت لنا بأنك غضوب ومتسرع، وربما قلت كلام قاس، فهذه البطاقة تقول لك كن حكيم بتصرفاتك ومسؤول ولا تتسرع في أخذ القرارات، وأعطي لهذا الشخص فرصة. فهذا الشخص في هذه البطاقة، هذا الشخص يستحق الانتظار. والحياة، التوقيت الإلهي هو الذي سيعمل في حياتك العاطفية. هذه البطاقة تقول لك هكذا. وهذه البطاقة تقول لك أيضا خلي عقلك منفتح، تصرف بحكمة ووعي وخلي عقلك منفتح، وهذا الشخص يستحق منك الانتظار. لا داعي للقلق، ولا تخف ولا تحزن، وتذكر بأن الله دائما يقف بجانب من يذكره. اذكر الله وصلي، وإذا أردت أن تنتظر هذا الشخص فهذه البطاقة تقول لك هذا الشخص يستحق الانتظار، والقرار هذا يعود لك، فأنت هذه مصلحتك وهذه حياتك. إذا كانت عندك ظروف أحسن، فرص أفضل، لا مانع. وهذه هي الكروت تنصحك بهذا، وأنت لديك القرار. شكرا لكم مواليد العذراء على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.